إثيوبيا يدبوب السودان المرجعاتنا سلام لمدقف كرت أنيانات سلو تكلم السر دكتور أبي أحمد قال سؤال بدبوب السودان فاوي إسرائيل بنيت ليا درجوي ميجينيوت تكلم السر أبي كدبوب السودان رئيس سالفا كيرنا كتقدامي مكتل رئيس ريك ماشار كارتوي أيتوال ويجتنا اسمك تاو تكلم السر دكتور أبي أحمد بمعبرات السر قد أشوا بسفرتوف رئيس سالفا كيرن بدبوب السودان بقويين بتوقت لاني نال لو كان بودني لا درجوت هكبابل أمسكنا له بلوال ፕሬዝዳንት ኪረና ከተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሪክ ማቻር ጋር ባደረጉት ውይይትም ኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳንን መረጋጋትና ሰላም ለመደገፍ ያላትን ቁርጠኝነት ማጋራታቸውን አንስተዋል።